عندما يخبر شخص آخر بأنه دعا له في الغيب فقط من باب إدخال السرور عليه. هل يعني يدخل في مسألة لما يخبر أنه دعا له، هل يدخل في مسألة الرياء والسمعة والتسميع بالعمل؟ هل هذا يدخل في مسألة الشيخ الرياء والتسميع بالعمل؟ الرياء إنما يكون عند العمل مقارنة، لا يكون بعد العمل، لا يكون إلا مقارنة له. فالرياء أن تصلي وتزين صلاتك لأنهم يرونك، لكن إذا صليت لحالك وجيت قلت والله أنا صليت الحمد لله صلاة ما مثله، في هذه الحالة أنت لم ترائي، أنت سمعت، أخبرت بعملك، ومن سمع الله به. لكن في هذه الصورة فيما إذا أخبر الإنسان لحاجة أو لمصلحة، سواء كانت إدخال سرور أو غير ذلك من المصالح أو الحاجات، فليس في ذلك حرج ولا يدخل في المنهي عنه، والله أعلم بما في القلوب. كم من إنسان يسكت وفي قلبه من العجب والرياب ما يحبط عمله، وكم من إنسان يتكلم لمصلحة وحاجة فيكون ذلك زيادة في درجاته وخيرا له إذا كان يحقق مصلحة. فالنبي صلى الله عليه وسلم سأل أصحابه ذات يوم كما في الصحيح: من أصبح منكم اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا. حديث أمام الناس يخبر أبو بكر: من عاد منكم اليوم مريضا؟ يقول أبو بكر صديق الأمة خير الناس بعد الأنبياء: أنا. ثم يقول: من تبع منكم اليوم جنازة؟ فيقول أبو بكر: أنا. ثم يقول: من عاد منكم اليوم مريضا؟ فيقول أبو بكر: أنا. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما اجتمعنا في مسلم في يوم إلا دخل الجنة. هذا الفضل العظيم وهذه الأعمال الشاهد في الحديث أن أبا بكر أخبر بها، ولم يكن ذلك رياء ولا سمعة، إنما كان خبرا استجابة لسؤال النبي صلى الله عليه وسلم، ولا سبيل لعدم إجابة: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. حتى لا يظن ظان أن أبا بكر يقول على وجه الافتخار، إنما يقولها طاعة لله، وأنه لا مجال إلا وأن يخبر بهذا العمل. فهنا إخبار شرعي وهو جواب على النبي صلى الله عليه وسلم فيما سأل، وليس هذا من الرياء ولا من الممنوع، إنما الرياء أن يأتي أو التسميع بالعمل، إنما الرياء والتسميع المحرم هو ما كان المقصود فيه كسب قلوب الناس، كسب ثنائهم، كسب مدحهم، دفع مذمتهم. أما إذا كان ذلك لمصلحة أو حاجة فذاك لا حرج فيه، والله أعلم بما تكن الصدور وما تخفي السرائر. حتى نكون الأقرب إليكم تابعونا على موقعنا الإلكتروني، كما نسعد بتواصلكم معنا عبر صفحتنا على الفيسبوك وأيضا على تويتر، وبإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب.